فاطمه. سمن وخليج نغشر في قيمشي قوا قيمشي قوا قيمشي قوا قيمشي قد سمل وتزل نكاتا ويخشي. أحلم بالعيساوي، 23 سنة، مدينة جرسيف، فنانة صعيدة مغنية. عشقت الموسيقى منذ نعومة الأظافر، وشي حاجة زوينة كنرتاح فيها كنلقى فيها راسي. قررت أنني نحترفها. من بين المغنيين اللي أثروا فيا، إلا كنا غنهضروا على الزمن الجميل غنقولوا أم كلثوم، وغنقولوا ذكرى، وغنقول وردة. مي تأثرت بزاف بزاف بزاف، ونعاود نقولها بالفنانة الكبيرة أسماء المنور، بأصالة، وبالفنان المغربي هدى سعد كذلك. اكيد كما كنقولوا بالدارجه المغربيه مصعيبه غير البدايه، ضروري كتلقاي صعوبات كيفاش تبداي، كيفاش توصلي للناس اللي غيعاونوك باش تشقي طريقك، اللي غيوجهوك للحاجات الزوينين. فالحمد لله ستارلايت كان برنامج اللي اعطاني فرصه ولخص عليا الطريق بزاف ديال الحوايج. كما كنقولوا بالدارجه المغربيه مصعيبه غير البدايه، ضروري كتلقاي صعوبات كيفاش تبداي، كيفاش توصلي للناس اللي غيعاونوك باش تشقي طريقك، اللي غيوجهوك للحاجات الزوينين. ف صراحه انا زعما كيعجبوني جميع الانماط الموسيقيه، كنسمع لكل شيء. تولعت وتلمت على كل ما هو طربي كلاسيكي سواء شرقي أو مغربي، ولكن مؤخرا رجعت كنلقى راسي في المغربي أكثر، وخصوصا في الشعبي، ربما المغربي في المعصر، الشعبي المعصر يعني. كنهضروا على أغاني شعبية بطريقة جديدة. برنامج ستارلايت برنامج زوين، تجربة زوينة، من بين أجمل التجارب في حياتي اللي ما غاديش ننساهم، اللي عشت فيهم شي حوايج زوينين. البرنامج اللي فتح لي فرصة كبيرة أنني طليت على الجمهور المغربي، ولو الناس الحمد لله كيعرفوا شكون هي أحلم بالعيساوي. في ظل هذه الاجواء نتاع ستارلايت تعرفت على ناس وعلى مشاركين كانوا معايا اللي ولاو دابا صحابي بحال خوتي، كلهم خوتي وصحابي كنبغيهم بزاف. الا كنا غنهضروا على الاقرب، ف نقول عائشه مادو كانت اقرب صديقه ليا في البرنامج، وكان انس الوزاري حتى هو اللي ما حلفوش الحظ يكمل معنا في البرنامج، حتى هو من اقرب الاصدقاء القلبي. ولي فيناليست كاملين، مديح وقيلي وحمزه ميمه وانس، المهم صحابي كاملين، هيثم اوسي، المهم كنبقاو خوت وصحاب. طبعا اكيد جو عروض مهرجانات، سهرات خاصه وحفلات، هادشي علاش قلت لك البرنامج فتح لي بزاف الابواب. على المستوى الشخصي، الا كان شي شخص غادي ياثر فيا باش تكون احلام اللي كاينه دابا، هي الام ديالي. انا الام ديالي انسانه مكافحه مجاهده، كنوجه ليها تحيه من هذا المنبر، وكنقول لها كنبغيك بزاف والله يخليك ليا. ماما رمز المثال اعلى، المرأة المغربية المكافحة المثابرة اللي كدير اي حاجة على وليداتها باش توصلهم وتعاونهم يوصلوا داكشي اللي بغا. الخطوة الثانية من بعد ستارلايت، صراحة كاين بزاف ديال الحويجات مازال ان شاء الله غيداروا. مي حاليا خدامة على عمل خاص اللي غادي يكون مع ان شاء الله ناس معروفين في الساحه، فكنتمنى انه بعد الاصدار ديالو ينال اعجاب الجمهور المغربي ان شاء الله. حلمي على المستوى الشخصي هو عندي هوايه اخرى او ميول اخر من غير الموسيقى، اللي هو مجال التجميل. كنتمنى ان شاء الله انني نقدر ندير فيه مشروعي الخاص ان شاء الله، علاش لا. وعلى المستوى الفني اكيد بحال اي واحد عاد بعدي، كنتمنى انني نوصل صوتي للمغرب. الحمد لله دابا بزاف الناس في المغرب رجعوا كيعرفوني، فكنطمح انني نوصل صوتي للعالم العربي ويعرفوني بزاف ديال الناس، ندير اعمال اللي سمعوها الناس، ونكون سبب في انني درت شي حاجه زوينه تفرح الناس. طبعا اكيد الا تحت لي الفرصه هذه المشاركه في برنامج عربي غنوافق، لانه غيفتح لي هو كذلك الفرصه لانه الجمهور العربي يتعرف عليا ماشي الجمهور المغربي فقط.
طبعا اكيد عندي اتصال مع اسماء المنور طبعا والدوزي امينيكس اوسي اساتذه الكبار ديالي اللي كنحترمهم حتى حاتم عمر، ولكن زعما هادو اللي عندي معهم اتصال دائم. كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر وكنقول لهم شكرا بزاف على كل شيء. بغيت نقول بعدا شكرا لاله فاطمه على الاستضافه وعلى هذه الالتفاته، شكرا لكم بزاف، دائما انتم في القمه، تبارك الله عليكم. وبغيت نقول الجمهور المغربي من خلال لاله فاطمه تسناو مني بزاف ديال الحوايج زوينين ان شاء الله، اي جيسبر بيان نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله وحسن تطلعاتكم، وكما شفتوني نبقى دائما في ذاك المستوى. شكرا، ديروا لايك وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد لاله فاطمه.